What's up, lovely people? Welcome back to my channel. I hope you're all doing fine. مساء الخير عليكم. نتمنى تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم الميلاز كيتشن فلوجز. اليوم راح نبارطاجي معاكم لاير كيك تاعي، كيفاش ندير المونتاج وكيفاش ندير لا ديكوراسيون تاعو. انا رايحه نديرو لا جينواز اللي قدمتها لكم في الفيديو السابق. ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش تفعلوا في لي كومونتير، ديروا لي جيم وتابونيو لاشين تاعي واذا راكم جدد. So today I'm gonna be sharing with you guys how to make a layer cake, and I'm gonna make it with the sponge cake that I shared with you in my last video. I hope you guys will like it, and if you are new here, it's so great to have you with us. Don't forget to subscribe, press the like button and turn on the notification bell for more videos. هنا بديت قطعت لي جينواز تاعي. انا عندي زوج جينواز، قطعتهم على زوج باش يخرجوا لي 4 ايطاج. ابخي هنايا على الكيك بورد تاعي درت شويه تاع لا كريم باش نكون سيغ كي ندير لا جينواز تاعي فوقو تلصق لي، وكي نبدا المونتاج ما تبوجيش، نكون سيور بلي لا جينواز تاعي ما تبوجيش. هنايا درت ان سيغو شربت، كل واحد كيفاه يقول له. درت زوج كيسان تاع ماء وكاس تاع السكر، طيبتهم خليتهم يبردوا. ابخي زدت لهم لاغوم تاع البنان. هنايا هاد لاستيس جو فو كونسي تجربوها، باسكو كاين بزاف عباد يحبوا البنان داخل لي غاتو، بصح ما نقدروش نديرو البنان فخي باسكو او بو دون جورني يتخسر لنا هذاك البنان، يولي كحل. ابخي لو كيك تاعنا يولي صامط. سي جوست ان كونسي كو جو فو دون. هنايا بور لا كريم درت زوج كيسان تاع لا كريم ليكيد، كاس تاع السكر و لاغوم تاع لي فريز. و تاني نعطيكم اون اوتر استوس بور هاد لا كريم. تقدروا ديروا زوج كيسان تاع لا كريم ليكيد و كاس بودرة شونتيي باش لا كريم تاعكم تجي حكمه روحها، سورتو بور لا ديكوراسيون. ابخي هنايا زدت شويه تاع لي فريز، قطعتهم هكذا قطع صغيره. ومن بعد نكمل نونشيني ندير لا جينواز تاعي، نشمقها اشاك فوا. ما تنساوش تشمخوا لا جينواز تاعكم. هنايا كيما راكم تشوفوا انا راني استعملت قرعونه هكذا. علاش؟ باسكو روماركيت اشاك فوا كي نستعمل لو بانسو نلقى لا جينواز تاعي ما راهاش مشمخه تري بيان. دونك سي بور سا جوتيليز هذا البوطل هادي. As you see, I started by filling my cake. So for the filling, I used 2 cups of heavy whipping cream, 1 cup of sugar, few drops of strawberry flavor. And for the syrup, I used 1 cup of sugar, 2 cups of water. I bring them to boil. I let them cool, then I added a few drops of banana flavor. And you will find all the ingredients in the line description below, because today I just wanted to focus on the filling and decoration. Now, why I chose these flavors? Because I just think it's a perfect combination between the strawberry, banana and chocolate. At the end, I will decorate my cake with the chocolate ganache. هنا خلاص كملت عمرت كاع الكيك تاعي. سهل بزاف، اشاك فوا تشمخوا لا جينواز تاعكم ديروا لا كريم، تزيدوا لي فروي، ولا هنايا تقدروا ترومبلاسيو لي فروي بلو نوتيلا، هذيك الشيكولا تاع النوتيلا ولا الكراميل اللي حبيتوه. هنايا بغيت برك ناكد على واحد النقطه، لازم القطعه الاخيره هذه تاع لا جينواز لازم تكون مقاده، لازم تكون مستقيمه. اختاروا كاع المستقيمه منهم وديروها من الفوق، باسكو هذه هي ليسونسييل عندكم القاعده، وهذه باش يجيكم الكيك تاعكم مقاد وحتى لا ديكوراسيون تاعكم تخرج لكم شابه. ابخي كملت التغليف تاع لو كيك تاعي، عمرت كاع هذوك الفراغات اللي يكونوا بين لا جينواز ولا كريم.
باش يكون مقعد ابخي نديرو الكونجيلاتور هكذاك ساعة غير يحكم روحو ونحيه بصح كونوا سيور بلي لو كيك تاعكم جاكم مقاد ما كاش جينواز ولا لا كريم لي ديباسي من لي كوتي ولا باسكو كي ديروه الكونجيلاتور راح يتكونجلا ابري لا كوفرتور تاعو راح تجيكم صعيبه شويه hour my cake is out of the freezer I'm gonna start to cover it with the whipping cream it's the same whipping cream I'm just adding to it 1 tablespoon of cocoa powder هنايا نبدا نكوفري لو كيك تاعي ابري 1 heure حكم لي روحو تري بيان هاد لا كريم هي لا كريم اللي بقات لي من الاول غير زدت لها مغرفه كبيره تاع الكاكاو كي كوبريتو هكذا من الفوق واش نحب ندير ناخذ شويه نتاع البابي كويسون نلصقو عليه هكذا من الفوق ابري نسقمو بالاسباتول غير باش يجي لي مقاد من الفوق وينقصوا لي هذوك الفقاعات اللي خرجوا كي تسقم لي كاع لو كيك تاعي راح نستخدم هذه زيكزاك هكذا ابري راح نديكوريه في الاسفل بالشوكولا بلون انا هذيك شوكولا غير رابيتها شويه نتوما تقدروا تستعملوا الشوكولا نوار ولا لي سبرينكلز ولا لي فروي اللي عندكم في الدار So for the chocolate ganache, I used 60 grams of chocolate chips and 60 grams of heavy whipping cream and I microwaved everything together.
ابري هنايا درت لا غاناش شوكولا، درت 60 غرام تاع لا كريم ليكيد و 60 غرام تاع شوكولا. سخنت تري بيان لا كريم تاعي، ابري زدتها على الشوكولا. واذا شفتوا بلي الشوكولا تاعكم مازال ما ذابش، ديروها على حمام مائي يكمل يذوب لكم. هنايا باش يجي لي لو طرافاي ساهل، درت الشوكولا تاعي داخل هذيك القاعونه، قطعتها شويه، ومن بعد نبدا نديكوري الكيك تاعي. راح ندير له لو تشوكليت دريب من الفوق، وتاني تقدروا تستعملوا مغرفه صغيره. For the chocolate drip, I'm using this bottle just to help myself. I think it's more easier, but you guys can use a teaspoon or a spatula. كي درت كاع الشوكولا تاعي من الفوق، نحب نديكوري لي دريبس تاعي بالسبرينكلز. نتوما تقدروا تخليوهم هكذاك، ولا تستعملوا دو ديفيرونت سبرينكلز، تستعملوا دوري، يجي بزاف هايل بالدوري، كيما حبيتو. بي كرياتيف. انا هذا لي طاب نحبها بزاف لا ديكوراسيون. نكمل ندير دي غوزاس هكذا بلا كريم لي بقات لي، بون نديكوريه بشيكولا بكيندر ولا اللي عندكم، ولا بلي فروي. And for the decoration, I use some sprinkles. I'm just gonna go ahead and use some chocolate, hazelnuts, and strawberries. لا خلاص، كملت لو لاير كيك تاعي. ان شاء الله يا ربي يكون يعجبكم، وان شاء الله يا ربي كنت فهمتكم تري بيان لي زيتاب تاعي. وسمحوا لي بزاف بزاف على لا لوميير تاع لا فيديو، ما راهيش بيان اليوم. وقولوا لي في لي كومونتير واذا حبيتوا دي فيديو هكذا تاع لي كيك. رايحه ندير معاكم بلوس دو فيديو ان شاء الله. تهلاو في روحكم، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي. I hope you guys like my today's video. See you guys in my next video. And if you want more videos like this, just tell me in the comments below. Bye bye, take care.